صباح الخير مرة أخرى مشاهدينا، والآن مع استعراض أهم ما طلعتنا به الصحف والمواقع الإخبارية من أخبار. نبدأ أخبارنا من الموقع رئاسة الجمهورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الجمهورية العراقية بالعاصمة العراقية بغداد، حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في العاصمة العراقية بغداد مع الرئيس برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس إلى بغداد، مؤكدا تقديره العميق للسيد الرئيس على المستوى الشخصي وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية. من جانبه أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعما لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. ومن هذا الخبر نذهب إلى رازي اليوسف وخبر عن وزارة المالية. ووزير المالية يقول طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية في البورصة. التفاصيل بتقول أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي حتى يجني المواطنين أو المواطنون المزيد من ثمار التنمية على نحو ينعكس بشكل ملموس في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الحياة، لافتا إلى حرص الحكومة على تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع ثمار النمو الاقتصادي، وهو ما تجلى في المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة بتكلفة 800 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج تكافل وكرامة ودعم السلع التموينية وتنفيذ مشروعات الإسكان التي تستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من أجل توفير سكن كريم للمصريين والقضاء على العشوائيات. أضاف الوزير خلال لقائه مع السفير الهولندي بالقاهرة هان ماروتس يرافقه ماريو لين يونغمان رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي ولويس مارتن نائب رئيس القسم الاقتصادي أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 6% بعد تجاوز جائحة كورونا وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي الحالي. ونذهب إلى أخبار اليوم. البيان الختامي لقمة بغداد يشدد على ضرورة توحيد الجهود من أجل استقرار أمن المنطقة، حيث أكد البيان الختامي لقمة بغداد والتعاون المشترك والشراكة ضرورة توحيد الجهود إقليميا ودوليا بما ينعكس إيجابا على استقرار وأمن المنطقة، مرحبا بالجهود الدبلوماسية للوصول إلى أرضية مشتركة مع المحيط الإقليمي والدولي. وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق بعقد ورعاية هذا المؤتمر بمشاركة زعماء وقادة دول المنطقة والصديقة، وعبروا عن وقوفهم إلى جانب العراق حكومة وشعبا، وشددوا على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بالشكل الذي ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها. بدوره ثمن العراق الدور التنسيقي الذي لعبته الجمهورية الفرنسية لعقد وحضور هذا المؤتمر ومشاركتها الفعالة فيه. ورحب المشاركون بالجهود الدبلوماسية العراقية الحثيثة للوصول إلى أرضية من المشتركات مع المحيطين الإقليمي والدولي في سبيل تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية وتبني الحوار البناء وترسيخ التفاهمات على أساس المصالح المشتركة، وأن احتضان بغداد لهذا المؤتمر دليل واضح على اعتماد العراق سياسة التوازن والتعاون الإيجابي في علاقاته الخارجية. ومن أخبار اليوم نذهب إلى جريدة الجمهورية وخبر بعنوان جامع بتقول أو بتصرح زيادة الصادرات وتراجع الواردات ساهم في خفض عجز الميزان التجاري مع فرنسا. التفاصيل بتقول أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الزيادة المحققة في الصادرات المصرية للسوق الفرنسي وانخفاض الواردات المصرية منه ساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري المصري مع فرنسا بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت نيفين جامع أن حجم الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة 21%،
حيث بلغ 350 مليون يورو مقارنة بنحو 288 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام 2020، في حين انخفضت الواردات المصرية من فرنسا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 913 مليون يورو مقارنة بنحو 1.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونذهب إلى جريدة الوطن. مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة في مصر، حيث قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر بدأت بمتحور دلتا بلس، داعيا للمواطنين إلى حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس. ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية إلى أن أعداد مصابي الموجة الرابعة ستشهد زيادة عن الموجات السابقة، مؤكدا أن الإصابات ستتراوح حدتها بين البسيطة والمتوسطة. وأضاف تاج الدين أنه كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا قل عدد الوفيات وكانت الإصابات أقل خطورة، مؤكدا قدرة اللقاحات على مواجهة جميع المتحورات. دلتا بلس ليس أشرس المتحورات ولكن أسرعها، حيث إن الفرد الواحد قادر على إصابة 8 أشخاص. ومن هذا الخبر نذهب إلى الأهرام، بوابة الأهرام. الخبر بيقول وزير النقل وعدت القيادة السياسية أو وعدته القيادة السياسية بأن تكون السكة الحديد في طليعة الهيئات الناجحة. التفاصيل بتقول قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه منذ تشرف بتولي حقيبة النقل التزم أمام القيادة السياسية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الدولة الناجح والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد الوزير أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة، وضرورة التطوير المستمر للمعدات ودعمها المستمر بمعدات حديثة ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية. وأشار وزير النقل خلال جولته أمس بورش العباسية للسكك الحديدية أنه على الجميع أن يعمل بروح الفريق للوصول إلى النتائج المرجوة في تطوير هيئة السكة الحديد واستكمال مشروعات التطوير.